انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ مش هسيبك يا هداوي خلاص يا ولي، خلاص يا ولي، كفاية كده قوي. احنا كنا فين؟ ده كده وضع قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك، مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا؟ أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا؟ أقعد. أولاً أحب أبشرك بإن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. أنت تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز احنا نرى انها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي. احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي ألماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقه. لغايه ما ظهرت انت بقى. انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس. والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل. وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته. إن مهجن نشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. ليه؟ قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش علي. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقة انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقة بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. اكل عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني. أنا حسبتها علشانك أنتِ. أنا جيت بوصلك كل حاجة.
انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجه، الدولة لسه نايمة مصحيتش، خلينا اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. حاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هندوي، اتفضلوا معانا. يا سيدي ده سيبي، مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. نعم أؤمر يا محسن بيه. أنا عامل إضراب وببلغ حضرتك رسمياً بكده. إضراب؟ أيوة، اشمعنى أنا اللي مش هعمل إضراب؟ أي حد بيعمل إضراب بيبقى له طلبات. إيه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزة، ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي أنا معلم عليه بالقلم الأحمر، من حق أي مسجون متزوج أن يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنة. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هوقف إيه المانع عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب أنا بحملكم المسؤولية كاملة، أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي، هوصلها للأمم المتحدة، هبلغ أوباما شخصيا. حرام حرام عليكم، أنا بعمل حاجات ما عملتهاش من أيام ما كنت في الإعدادية. إيه؟ حرام، من أيام ما كنت في الإعدادية ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم، الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك، لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح، رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ها ظهر انها تسويه شامله، كان لازم الدوله تعمل كده كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيات في السكاسمستيكيتس. هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجة هنم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام، النظام اتغير،
نظام بيع عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينه الوطن لبر الامان. واحنا نرى الله، احنا نرى برضو، احنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الامور ده اللي في الصوره ابن سعادتك؟ ايوه باسم ابني. باسم. بوبس.